مدينة الثقافة هذا في الحقيقة مكسب كيف ما يقولوا في الشعب، مكسب كبير. إنما شنو الماكينة هذه، شنو اللي باش تكون قادرة على إنتاجه؟ نتصور أعمال مسرحية كبيرة، نتصور الأوبرا، نتصور الرقص، نتصور الموسيقى الكلاسيكية، نتصور معناها عدة أشياء معناها اللي تهم الفضاء الثقافي والفرجة. الفرجة مع فرجة بذكاء طبعا. عاد الانتظارات هي كبيرة، والشيء الأساسي هما الفاعلين، مقدرتهم وقوتهم على الإضافة، على الخلق، على الإبداع. خاطر عندنا ماكينة ما يلزم شكون يحركها، ولهذا ننتظر إن شاء الله من عمالقة الثقافة والأدباء والفلاسفة والكتاب والممثلين، ونسيت حاجة، المسرحيين، معناها يكونوا هما الركائز ويكونوا هما الدافع القوي باش تكون عندنا مدينة ثقافة بالمجد متفتحة على العالم وعلى ثقافات الدنيا وعلى الإنسان. معناها هذا الشيء اللي نتبناه. محمد كوكا مخرج وممثل مسرحي.